شاهد يورجن كلوب يبكي وينهار في حضن محمد صلاح بعد رحيله رسميا بعد مباراة ليفربول. شاهد تصريحات يورجن كلوب عن محمد صلاح وبكائه بسبب هدف صلاح ورحيله. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس. شاهد زوجة يورجن كلوب تحضن زوجة محمد صلاح بعد مباراة ليفربول. ودع يورجن كلوب مدرب ليفربول جماهير ولاعبي فريقه في ملعب أنفيلد بعد الفوز على وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وحسب مقطع فيديو نشرته منصة بي إن سبورتس، ظهر كلوب وهو يودع الجماهير واللاعبين وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح الذي خصه بعناق حار. وفي كلمته عقب المباراة بينما كان ممسكا بمكبر الصوت، هتف كلوب معلنا تولي أرني سلوت المهمة كمدرب جديد لليفربول. شاهد يورجن كلوب يبكي وينهار في حضن محمد صلاح بعد رحيله رسميا بعد مباراة ليفربول. تغنى الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي بالفرعون المصري محمد صلاح قبل مباراة الفريق اليوم الأحد أمام نظيره وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري. رأى الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير ليفربول ومتابعو الفرعون المصري أن هذه الإشادة بمثابة إشارة جديدة من ليفربول على تمسكهم ببقاء محمد صلاح في قلعة الأنفيلد في الموسم المقبل، بعدما ثار الكثير من الجدل حول مستقبل اللاعب المصري عقب مشكلته الأخيرة مع المدرب الألماني يورجن كلوب. شاهد تصريحات يورجن كلوب عن محمد صلاح وبكائه بسبب هدف صلاح ورحيله. ودع النجم المصري محمد صلاح مساء اليوم الأحد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز بعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024. وتعد تلك المباراة هي الأخيرة للمدير الفني الألماني، حيث أعلن كلوب في منتصف الموسم رحيله عقب نهايته وعقب نهاية المباراة. توجه كلوب إلى محمد صلاح ليعانقه الفرعون المصري بحرارة وسط بكاء من المدرب الألماني. شاهد احتفال محمد صلاح مع أسرته بعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون. يستعد نجمنا المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي، ويستضيف فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد رود في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج للموسم الجاري 2023-2024. ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي غدا الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية. شاهد أول تصريح من محمد صلاح على احتفاله مع أسرته في مباراة ليفربول. كشفت تقارير صحفية عن الصفقة التي يخطط نادي ليفربول الإنجليزي إلى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية لتكون بديلة للنجم محمد صلاح في الفريق. وارتبط محمد صلاح جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل اقتراب يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالرحيل عنه بديل محمد صلاح في ليفربول. ووفقا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن ليفربول يرصد رافينيا نجم نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. شاهد هدف محمد صلاح العالمي في مباراة ليفربول وولفرهامبتون. الحديث عربيا وعالميا لا ينقطع عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، خاصة مع اهتمام كبير من عدة أندية عالمية وعربية بضم اللاعب، حيث يضع دوري روشن السعودي صلاح نصب عينيه من خلال ثلاثة أندية وهي اتحاد جدة والقادسية والهلال. بينما هناك من الدوري الإنجليزي تسريبات بشأن دخول الأرسنال في مفاوضات مع اللاعب، بينما هناك في فرنسا باريس سان جيرمان الذي يترقب الموقع عن بعد.
شاهد تصريحات أبو تريكا عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون. يبلغ من العمر 46 عاما، بدأ مسيرته الكروية مع فريق الشباب بمدينة بيرجنتايم بهولندا، وعانى من الإصابات الكثيرة ولعب مع أندية ناك بريدا وسبارتا روتردام، وخاض 462 مباراة وسجل، حيث بدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب عام 2014، ثم تولى تدريب نادي كامبيور عام 2016، بعدها تولى قيادة نادي الكامار عام 2018. أرني سالوت نجم التفاصيل الصغيرة المدرب الهولندي يعتمد دائما على نمط اللعب 4-3-3، وهذا هو نفس النهج الذي يتبعه المدرب كلوب مع فريق ليفربول منذ بداية مسيرته مع الفريق وحتى الآن. شاهد بالفيديو لحظة تسجيل محمد صلاح هدف في مباراة ليفربول اليوم. يجري ليفربول الإنجليزي مباحثات خلال الأيام المقبلة حول مستقبل المحترف المصري محمد صلاح، ويمكن أن يتخذ قرارا يمنح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكر موقع فوتبول انسايدر أن الأيام المقبلة قد تشهد وصول عرض من أحد أندية الدوري السعودي بقيمة مالية تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني، وسيتم مناقشة العرض خلال الاجتماع. وانضم صلاح إلى ليفربول عام 2017، وخاض مع الفريق 348 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 211 هدفا وصنع 89. شاهد ماذا قال محمد أبو تريكا عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون. حرص نجم فريق ليفربول محمد صلاح على توديع المدرب يورجن كلوب، حيث أوشكت قصته مع النادي الإنجليزي على الوصول إلى كلمة النهاية. كان كلوب قد أعلن في شهر يناير الماضي أنه سيغادر صفوف ليفربول بمجرد انتهاء الموسم الحالي، وينتهي موسم ليفربول غدا الأحد، حيث يلتقي الفريق مع وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الأنفيلد. وأضاف: أخبرني أنه يريد أن ألعب في ذلك المركز الجناح الأيمن، وأنني أستطيع تطوير أسلوبي في اللعب في ليفربول وسيكون لدي الحرية، وقلت آنذاك حسنا أنا قادم. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب حضن كلوب لزوجة محمد صلاح؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.